نعيش في مناطق شمال شرق سوريا، ثورة حقيقية مقتبسة من فكر القائد عبد الله أوجلان. في عام 1999 قررت الدولة التركية بالتعاون مع الاستخبارات الدولية القيام بحملة استخباراتية واسعة، إلقاء القبض على المفكر الفيلسوف عبد الله أوجلان. كانت هناك العديد من الدول لها مصالح في تحييد أو إزاحة هذا الشخص من أجل أهدافهم بمنطقة الشرق الأوسط. بدأت القصة عندما تم الضغط على القائد من أجل الخروج من الأراضي السورية، وآنذاك قامت الدول بإرسال تنبيه جدي إلى الحكومة السورية التي كانت بقيادة حافظ الأسد، وإيمانا من القائد بضرورة الحفاظ على أخوة الشعوب وعلى رد الجميل للدولة السورية التي استضافته لمدة ما يقارب 20 عاما، قرر القائد الخروج من سوريا من أجل الحفاظ على دماء المدنيين، لأن الدولة التركية هددت آنذاك باجتياح سوريا. بعد نضال طويل من أجل الحصول على اللجوء السياسي في إحدى الدول الأوروبية، لم ينجح القائد، وكان متوقعا، حتى هو توقع أن يتم رفض ذلك، لأن العملية التي كانت تتم برعاية الجلاديو، جميع الدول المتواطئة على رأسهم إسرائيل وأمريكا وروسيا، أغلب الدول العالمية استخباراتيا كلها متواطئة في إرسال القائد إلى سجن ما، أو كان الهدف في الأساس قتله وليس إرساله إلى السجن. واليوم هو يعيش أيام عصيبة نتيجة التجريد الطويل، مرت أعوام على تجريده، يعني الموضوع ليس موضوع يوم أو شهر أو شهرين، أعوام على ما يقومون به من تجريد. السؤال هنا، لماذا القائد عبد الله أوجلان، لماذا يتم استهداف هذه الشخصية؟ يجب علينا أن نحلل جيدا لماذا يقومون باستهداف شخصية القائد. قبل عام 1999 كانت هناك اجتماعات دولية من أجل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وتبين لديهم أن ما يعيق قيامهم بتنفيذ مشاريعهم بخصوص الشرق الأوسط هي وجود شخصية كقائد بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، التي هي منافية تماما لما يرغبون به هم للشرق الأوسط. لذلك كان يجب تحييد هذا الشخص، كان يجب ضرب المشروع الديمقراطي الذي ينادي به القائد. وكما تعلمون في تاريخ الثورات دائما، الثورات التي تمت عالميا وفي المنطقة، عندما يتم اغتيال القائد الذي يقود الثورة تموت الثورة. هم على هذا الأساس اختاروا في البداية اغتيال شخصية القائد، ولكن ما حصل لم يكن كما يتوقعون. القائد استطاع أن يفرض وجوده. أنا ذاك نذكر، يعني عندما تم إلقاء القبض على القائد في كينيا بوجود أو كان هناك العديد من وسائل الإعلام التي سجلت وصورت ما جرى على الهواء مباشرة وكيفية إرساله إلى تركيا. طبعا الدول الأوروبية عندما ألقت القبض عليه، لأنهم متواطئون في هذا الموضوع، لم تستطع أي دولة إعطائه أي حصانة سياسية، وإنما تم إرساله إلى تركيا. القائد أيضا يقول عندما تم إرساله إلى تركيا كان بهدف خلق فتنة تركية كردية من أجل ضرب الداخل التركي. هم أرادوا في إمرالي أن تكون مثل سجن مظلم وضيق على القائد. استطاع القائد أن يقوم بعكس ما هم أرادوا. المرافعات الخمس التي أحدثت ثورة داخل الحركة الثورية البيكيكي وداخل المجتمع الكردي بشكل بداية والمجتمع الشرق الأوسطي بشكل عام، المرافعات الخمس اقتبست من إمرالي. إمرالي أصبحت شمسا تنير على
الشعوب الديمقراطية، الشعوب التي تنادي بالديمقراطية. وطبعا كان للمرأة النصيب الأكبر من هذه الحرية والديمقراطية التي ينادي بها القائد، فما كان المرموقة التي ينادي بها القائد للمرأة لا تشبه أي مكانة أعطيت لها في العالم، سواء من الجانب العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وما نعيشه الآن في روجافا من ثورة، من أمور إيجابية جدا تخص المرأة، حتى المرأة الثورة عرفت بثورة المرأة، هي بفضل المكانة المرموقة التي أعطاها القائد للمرأة بهدف خلاص الشعب من الحرب الذي استمرت لعوام طويلة، فنادى بمرحلة السلام عام 2003 التي بدأت نوعا ما تعطي ثمارها، وكان للتأسيس الحزب الهدف الديمقراطي داخل تركيا بداية إيجابية جدا داخل تركيا، ولاحظنا كيف هو حزب ديمقراطي ويضم الآلاف من الشخصيات الديمقراطية المستقلة الكردية التركية والمكونات الأخرى العلوية داخل تركيا، وعدد لا بأس به، عدد ملفت للنظر، نساء بنظام الرئاسة المشتركة، ورأينا كيف أن كان له رأي شعبي كبير. يعني استطاع الحزب الهدف بالمدة القصيرة التي تأسس بها استطاع الوصول إلى البرلمان التركي، واستطاع خلق نوعا من الديمقراطية الحقيقية داخل تركيا، ولكن يبدو أن هذا الموضوع لم يعجب بعض الدكتاتورين الموجودين في الحكم التركي، وخاصة أمثال الحزب الأكابي وجهابي ومهابي. هذه الأحزاب المعروفة داخل تركيا هي أحزاب شيفونية، رأوا في وجود الهدف خطرا عليهم، ومن أجل إضعاف هذه الحركة أيضا قاموا بداية بتجريد القائد. التجريد دائما يأتي بهدف واحد، وهو قطع الصلة بين القائد والشعب، لأنهم يعلمون جيدا أن لكل مشكلة سياسية عسكرية القائد لديه حل، وحل ديمقراطي يرضي الجميع. قائد لديه مشروع ديمقراطي واضح للمنطقة ويرضي كافة فئات المجتمع، أيضا يأخذ كل شيء بعين الاعتبار. الفلسفة التي ينادي فيها هي فلسفة اجتماعية تناسب الطبيعة الاجتماعية الشرق أوسطية. المشروع هو مشروع ليس على مستوى بلد ما أو دولة ما، مشروع شرق أوسطي كبير. الدول الغربية أيضا لها مشروع الشرق الأوسطي التي تهدف إلى قطع الدول إلى أجزاء صغيرة، سياسة فرق تسد. الدول العربية الآن مهددة بأن يتم استقطاع أوصالها إلى دويلات صغيرة بحسب خريطة الشرق الأوسط التي تنادي بها أوروبا. مشروع القائد هو عكس مشروعي تماما الذي ينادي بقوة الشعوب. بدأت مرحلة جديدة للتجريد على القائد بهدف إيقاف مشروعي الذي بدأ ينجح داخل تركيا، ورأينا كيف كان لمدة أعوام طويلة أيضا من 2006-2007 لم يتم تم قطع الاتصال مع القائد، حتى العائلة لم تستطع الاتصال معه وزيارته بشكل طبيعي، تم أسره تماما في إمرالي. القائد دائما يستغل التجريد بوضع استراتيجيات جديدة. اليوم نستطيع أن نقول القائد يعيش في أسلوب تجريدي قوي، أسلوب تجريدي جديد، أسلوب غير موجود بأي دولة من دول العالم، والجميع يعلم أن القائد يعيش هكذا. وكان لنا اتصالات مع الشخصيات الديمقراطية، الحركات الديمقراطية، حتى لنا مسجات إلى السي بي تي لمعرفة لماذا يتم استمرار التجريد منذ أعوام، بالرغم أن هذا الشخص دائما ينادي بالسلام، بالحرية، بالديمقراطية. والقائد روحيا دائما موجود داخل كل عائلة، داخل كل إنسان شهد هذه الفلسفة وقرأ عنها وعاش فيها. نحن من المحظوظين بمناطقنا، بمناطق شمال شرق سوريا، كشعوب ديمقراطية، الكرد والعرب والسوريان والشركس والأرمن، نعيش يوميا على فكر وفلسفة القائد. المؤسسات التي بنيت، الإدارة الذاتية سواء أو مؤسسات المجتمع المدني أو كونغرس طار، أو نحن بحزب كحزب بيدي، نستمد أو نقتبس أفكارنا من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. ليس هناك قانون بالعالم يمنع
شعب ما من التأثر بفكر ما، كما هناك شعوب تتأثر بالليبرالية، شعوب تتأثر بالاشتراكية، شعوب تتأثر باليسارية، نحن شعب تأثرنا بفكر وفلسفة القائد أبو. مشروعنا واضح لخلاص الشعب السوري، نمتلك مشروع وطني شامل ليس فيه أي تقسيم لسوريا، ليس فيه أي تقسيم للشعب السوري، بالعكس تماما. مشروعنا سيضمن اتحاد المكونات داخل سوريا، سيقوي الشعب من أجل إدارة نفسه بنفسه. الشعب السوري هو من أكثر الشعوب الذي يدعو القائد عبد الله أوجلان لحمايته. لماذا؟ لأنه دائما يقول إن لي أصدقاء كثر في سوريا لأني بقيت هناك 20 عاما. هناك كثير من الشخصيات والعشائر الكبيرة التي تعرف عليهم القائد، وبعض وأغلبهم ليست كردية، تعرف عليهم وبنى معهم علاقات صداقة متينة من أجل خلاص شعب الشرق الأوسط من هذه الفوضى التي يعيشها الآن. لابد من حل القضية الكردية. وكان دائما السباق في إصدار توجيهات، في إصدار مشاريع. أحيانا كثيرا ما نرى أن هناك الكثير من الحديث عن القضية الكردية وعن المشاكل الحاصلة، ولكن الجهات لا تمتلك حلول، لا تمتلك طروحات. نحن الجهة المخولة، الجهة الوحيدة التي تمتلك مشروع واضح للكردي، للعربي، للمنطقة. القائد دائما كان شفافا في هذه الأمور، وكان دائما داعيا إلى الأخوة، إلى التكاتف، إلى الكثير من الأمور التي ستؤدي إلى خلاص المنطقة. القائد عبد الله أوجلان في فلسفة الأمة الديمقراطية وضع المرأة في مكانة مرموقة جدا. المرأة حظيت بمكانة لم تحظى بها بأي مكان بالعالم، لا بالعلوم والاجتماع، لا بالأديان، ولا بأي دولة من الدول المعاصرة الحالية. بداية اقتبس القائد مكانة المرأة من حياة المرأة، فكان له أطروحة علم المرأة، جينولوجيا، على المرأة أن تدرس علم المرأة جيدا لتعرف ذاتها، حقيقتها، جوهرها، لتعود إلى جوهرها. المرأة بالرأسمالية الآن موجودة كشكل فقط، كعدد، ولكن ليست موجودة بجوهرها الحقيقي. لا تعمل أي شيء في سبيل حل قضيتها. بالقرن 21، أي ما يقارب 100 عام، ظهرت كثير من الحركات النسوية التي نادت بحقوق المرأة. تاريخ المرأة مليء بالشخصيات النسوية الثورية التي ناضلت من أجل عدم الخنوع للذهنية الذكورية بعد تأسيس الطبقية وإزاحة المرأة من الحياة الاجتماعية أولا، ثم إزاحتها من الحياة السياسية، الاقتصادية، العسكرية. بدأت مرحلة جديدة للمرأة، هي مرحلة العبودية. تم ترسيخ مرحلة العبودية في ذهنية المرأة عن طريق تحريف وتشويه التاريخ الذي بدأ من علوم الاجتماع. لذلك كان القائد كلمته عندما قام بإصدار جينولوجيا علم المرأة، من أجل أن تعود المرأة لتاريخها وتدرسه جيدا لتصبح واعية وقادرة على أن تلعب دورها وتعرف حقوقها وواجباتها في الشأن العام. المرأة لها شأنها الخاص ولها شأن العام. ننادي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، المنظمات المعنية بحقوق المرأة، المنظمات المعنية بحقوق الديمقراطية، بترسيخ الديمقراطية في العالم. ونحن الآن بقرن 21، العالم أصبح كقرية صغيرة. لماذا لا زال التجريد مستمرا؟ لماذا لا زال هذا الشخص العظيم في السجن؟ لماذا لا نرى لهم أي رأي؟ لماذا لا نجدهم يقولون لو كلمة حق؟ هم يدعون أنفسهم على أنهم مؤسسات ديمقراطية. إذا كان الشخص ديمقراطي، سواء مؤسسة ديمقراطية ولا يوجد بها تأسيس، عليهم التحلي بنوع من الحيادية من أجل إعطاء كل حق حقه.